السلام عليكم ورحمة الله. وصل سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى الجزائر في زيارة تستغرق يوما واحد، وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة الخارجية قد صرح بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حاملا له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن لقاء نظيره الجزائري صبري بقدوم. ومن المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدما، فضلا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين على رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المستجدات المتسارعة هناك. الرئيس تبون ينتقل إلى السرعة القصوى بالدبلوماسية الجزائرية ويصرح: ليبيا أمننا القومي وهي خط أحمر. الدبلوماسية الجزائرية مع مشروع حل الأزمة الليبية بصفر رصاصة. اليوم أغلقت لعبة الدمينو على فرنسا ولم يتبقى لها سوى الملفين الليبي والمالي لتجديد الخناق على الجزائر. وفي ظرف وجيز وبعد اتصالات وزيارات لوفود دبلوماسية ووزراء خارجية بعض الدول ورسائل من هنا وهناك واتصالات مع هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بدأت الفكرة تتبلور قبل الاجتماع المزمع إقامته في برلين والذي استدعيت إليه تونس والجزائر بعد التهميش الذي طال هذين البلدين فيما يخص الملف الليبي من طرف بعض الجهات. وزير خارجية مصر سامح شكري في زيارته اليوم إلى الجزائر قام بإرساله الرئيس العميل عبد الفتاح السيسي بعد أن كان لفرنسا لقاء مع مصر وبإعاز من فرنسا. لعل الخارجية المصرية ستحاول إقناع نظيرتها الجزائر بدعم حفتر ضد السراج وإذكاء نار الحرب في ليبيا. كانت جل اللقاءات في العالم حول الوضع في ليبيا بين بلدان في الأصل هي غير معنية ولا تربطها حدود أو صلة قرابة مع الأشقاء في ليبيا، لكن بسبب الضرورة الملحة لنهب خيرات هذا البلد الشقيق، الآن روسيا وبعد لقائها مع تركيا كل طرف يضغط على الطرف الآخر متصارعين لتحقيق أهدافهم في ليبيا. فرنسا سوف تصطدم بروسيا وتركيا ستصطدم بالجزائر، وألمانيا سوف تكون الراعي الرسمي للمشهد السياسي في ليبيا. سوف تكون هناك زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، وزيارة لرئيس تونس للجزائر، وزيارة لأردوغان إلى الجزائر بطلب من تبون. المهم سوف نشهد عمليات تصعيد إعلامية وحتى عملياتية على أرض الميدان من بعض الأطراف التي كانت تريد ليبيا لقمة سائغة وفوضى آرمة وربما حتى التقسيم لتسهيل عمليات السيطرة والنهب. اليوم الجزائر ترسل موجة من المساعدات الغذائية والطبية إلى مالي في خطوة جديدة للنظر في ملف مالي قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.